الإدارة الصحية. شكرا معنا. هذا الموضوع مهم، لكن اللي أنا قاعد أقرأ أتقدم طلب لتكليف الحكومة ممثلة بوزير الإعلام، يعني هذا أول مرة أنا تمر علي مجلس يكلف الحكومة يعني فيها صيغة ما هي متبعة. التعاون موجود، لكن هذه صيغة ما أرى فيها يعني سوابق. أنا بهذا الشكل أتقدم بالطلب من الحكومة بإعداد تقرير فيما يخص تكليف الحكومة. أقول لك نغير، وأعتقد الأخ لا قدم. أنا قاعد أقرأ من الرسالة معك فيها ما هو يعني التعاون موجود، وإن شاء الله هذا الموضوع يهمنا جميعا، لكن حتى يعني تكون ممارستنا ضمن اللائحة والقانون. شكرا. كلامك صحيح، وأعتقد الأخ عبد الوهاب بيكون متعاون. إنزين، التعديل الصيغة أرجو عدم خلق سوابق، يعني صيغة مثل هذه المجلس يكلف الحكومة، إحنا متعاونين لكن نجد صيغة فيها مجال للتعاون. شنو الصيغة المقترحة؟ يعني لا أنا أكلف المجلس ولا المجلس يكلفني، إحنا سلطتين منفصلتين ما نتدخل بعمل بعض، لكن نتعاون. خلنا نتعاون بصيغة ماشي. يعني أنا ما خالف عبد الوهاب، أنا بالتعاون أنا المضمون انا معاه، لكن بالصيغه هذه ما بياخذ شبهه. سمو الرئيس، الصيغه هي ان المجلس يطلب من الحكومه اعداد تقرير فيما يتعلق في محتوى الرساله، موافق عليه؟ مره ثانيه لو سمحت. المجلس يطلب من الحكومه الاعداد تقرير بمحتوى الرساله اللي تفضل فيها الاخ عبد الوهاب. هي نفسها إذا في حساسية من الكلمة ما في مشكلة بأن نجد مرادف لها يعني. شكراً.